السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم رح أقدم لكم وصفة جديدة، وصفت لليوم حلوى اليانسونية بطريقة سهلة وسريعة وطعمها ولا أروع. إن شاء الله تجربوها وتحبوها. لتشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم. المقادير اللي راح احتاجها لوصفتي: كاس وثلاث ارباع الكاس طحين، كاس ونص سميد، ثلاث ارباع الكاس زيت ذرة، كاس وربع مي دافية، ثلاث معالق صغار حبة البركة، ملعقتين صغار ينسون مطحون، ثلاث معالق صغار سمسم، ملعقتين صغار خميرة عجين، ملعقتين كبار ينسون حب. ورح احتاج لوز للزينة وقطر. بضيف اليانسون الحب على المي الدافي وبحركهم منيح. لتجهيز وصفتي في البداية بضيف الطحين بوعاء وبضيف السميد وبحركهم منيح مشان يختلطوا. بعد ما خلطت السميد والطحين بضيف زيت الذرة ورح اخلطهم منيح وابسهم في ايدي زي ما رح تشوفوا هون بالفيديو. بعد ما بسيت الخليط بضيف باقي المكونات الجافة وبخلطهم. بعد ما خلطت كل المقادير بضيف خليط المية واليانسون وبعجنها لحد ما يصير عندي عجينة لينة ومتماسكة. بعد ما جهزت العجينة بدهن البايركس اللي راح اخبزها فيه بشوية زيت ذرة وراح احط فيه العجينة وافردها بشكل متساوي. واذا بتحبوا العجينة تكون رفيعة ما تكون سميكة بتستخدموا صنيق يكون حجمها اكبر. بعد ما فردت العجينة في البايركس بقطعها لمربعات. بعد ما قطعتها بزينها باللوز، فيكم تزينوها بأي نوع مكسرات بتفضلوها.
بعد ما زينتها باللوز بغطيها لمدة ربع ساعة مشان تتريح. بعد مرور ربع ساعة راح أدخلها على الفرن، والفرن أنا شغلته قبل بوقت على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. راح أحطها بالرف قبل الأخير، بتاخذ وقت تقريبا من 35 دقيقة ل40 دقيقة لحد ما تجهز وتاخذ لون حلو. بعد ما جهزت واخذت لون حلو وطلعتها من الفرن لساتها سخنة، رح اضيف عليها القطر. القطر لازم يكون بارد وهي سخنة، رح اسقيها بالقطر واخليها تبرد، وبعدها رح اقسمها. إن شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم، وإذا عجبتكم وصفتي ما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتحطوا كمان لايك وتعليق مشان أعرف رأيكم بوصفتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.